قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إذا قالوا هم أهل البادية قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. بعد هذا الإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد على الإنسان ويجتهد على نفسه ويجتهد على قلبه طول الحياة لأجل الدين. مثل الإنسان يجتهد للأكل والشرب للعيش طول الحياة، يأكل يشرب ينام حتى يكون صحيحا، هكذا يجتهد على الإيمان وعلى الدين طول الحياة ليتفكر لأجل الإيمان لأجل الدين، ويجتهد لأجل الإيمان ويجتهد لأجل الدين. إما كان هو غنيا فقير شاب أم شيخ يسكن في أي مكان في الدنيا، هو إنسان هو العبد، عليه أن يجتهد على نفسه ويستقيم على دينه، هذا أمر. فاستقيم حتى أمر للرسول صلى الله عليه وسلم فاستقيم كما أمرت. الاستقامة هو يصلي 5 صلوات كل يوم الاستقامة في الشتاء وفي الصيف، الاستقامة كذلك الصوم في كل رمضان، إما كان رمضان في الشتاء أو في الصيف يستقيم على هذا الأمر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يستقيم على هذا الأمر، هذا أمر من أوامر الله. بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله، يجتهد على إيمانه حتى يبقى على الإيمان ويترقى، يبقى ويترقى يوما فيوم، يترقى بنسبة الإيمان واليقين، يترقى بنسبة العبادات. أول شيء هو الإيمان والأسلم، شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة، بعده إقامة الصلاة، هذا أمر مهم في الدين من أهم الفرائض، صلوات. قال رسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هي أهم العبادات. لازم على أي أحد هو يتعلم الصلاة، الصلاة ذات خشوع وخضوع، الصلاة هي لقاء الرب، المصلي يناجي ربه، المصلي يناجي ربه. وعماد الدين
الفارق بين الكفر والإيمان الصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك متعمدا فقد كفر. لا بد لأي مؤمن هو يصلي ويجتهد على صلاته حتى يترقى ويتحصل الخشوع والخضوع. الجهد في هذا الجهد جهد في جهد في جهدنا هذا هو الجهد. الرجل هو يجتهد على إيمانه، يجتهد على صلاته، يجتهد على دينه، يجتهد للعلم، يجتهد للأخلاق، ويجتهد لحصول الإخلاص. ماذا هي الجهد في هذا الجهد؟ وهذا بداية الطالب إذا هو يدخل في المدرسة، بدايته عنده عمل من زمن قديم. هذا الترتيب 50 سنة 100 سنة الطالب إذا يدخل هو في بداية هذا عندهم ترتيبات. بعده يترقى بنفسه. من 100 طلاب ممكن 2 يكون الدكتور كامل، و2 مهندسين، و3 كذا، و4 كذا، و4 كذا، والذي ما يشمج شهادة ليس عنده أي شهادة. إنسان يترقى بنفسه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الذي يجتهد ويهدي السبيل ويترقى بنسبة الإيمان وبنسبة العبادات يربح، يربح شيئا فشيئا، كل يوم يزداد إيمانه ويزداد علاقة بينه وبين الله ويزداد حب الرسول في قلبه. وعلامة حب الرسول هو متبع الرسول، هو متبع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي أكله وفي نومه وفي لباسه في معاشرته بأي حال هو متبع، متبع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا محب الرسول. إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. شباب يحبون بعد أهل الألعاب حتى هم يطيعوا بأي جهة، نحن نراه مثله بجهة اللباس وبجهة السيارة والمشي والأكل والشرب، بأي جهة نراهم هم مثله. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن هو محب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى هو يتبعه مثل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله عنه هو محب الرسول صلى الله عليه وسلم ومتبعه. سيدنا عمر، سيدنا عثمان وعلي والصحابة. حتى قال ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن قد مات. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ماذا تكسب غدا؟ ماذا تكسب غدا؟ من يعلم؟ إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. من هم؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة بنسبة الصفات، بنسبة العلم والإيمان والأخلاق والصلاة والجهود والمجاهدات والتضحيات والزهد والإنفاق في سبيل الله. بأي جهة نراهم؟ ممتاز. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. بأي جهة نراهم؟ بين أوصافهم، بين الله تعالى أوصافهم.
في كلامه مجيد تجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم رجال. فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود نور السجدة نور العبادة سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستغى على طول يعجب الزراع بين الله تعالى أوصافه صفات الصحابة صفات المؤمنين صفات المخلصين صفات محب الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرهم قلوبا صفات أبرهم قلوب ليس في قلوبهم شيء إلا الله والرسول والدين جهد الدين في قلوبهم ليس الكفر ولا الشرك ولا حسد ولا شيء ولا حب الدنيا ليس حب المال أبرهم قلوبا وأعمقهم علما لهم إيمان وكذلك العلم أعمقهم علما لأن العلم الصحيح هو يرشد إلى العمل علم الصحيح يكون عند الإنسان علم الصحيح هو يعمل على عمل علم يترقى هو شيئا بحسب علمه هو يعمل ازداد العمل وإلا حجة عليه ينقص العمل يزداد العلم والعمل ينقص يزداد علمه والعمل ينقص هذا حجة عليه والإنسان يعمل على علمه هذا حجة له هم أعمقهم علما وأقلهم تكلفا ليس في حياتهم تكلف حياة عادية مثل عامة الناس بدون التكلف والتصنع بل هم متبعين الرسول صلى الله عليه وسلم بأي حال هم يرون إلى هذه الجهة أي هذا الشيء على طريقة الرسول أم لا هذا هو الأسئلة هذا يفلاه الإنسان هو على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن النبي هو كذلك مأمور بأمر الله ومتبع أمر الله والأمة تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الطريق طريق صراط المستقيم التي نحن ندعو الله في كل يوم في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هذا طريقه صراط المستقيم صراط الجنة
في جهدنا هذا الجهد على هذه الصفات. أي أحد يجتهد على نفسه ويتحسن تحسن كل يوم كل يوم، هذا هو الربح. مثل التاجر هو يربح يوميا، يربح يوميا، كل يوم يربح يفرح يربح يفرح ويزداد التجارة إلى طول حياته لا يتعب. أولاد إذا هم يكبرون يقولون للأب أنت تجلس في البيت، نحن إن شاء الله نرتب كل شيء. قال لا أنا آتي معكم، بل هو يخرج من أولادهم قبل الساعة، أنا أفتح الدكان، لأنهم يؤخرون أولادهم يؤخرون، لأنهم يذهبون إلى هنا وإلى هنا، وهذا يتفكر لهذه التجارة، يخرج إلى طول حياته. بعد الظهر أولاد يقول أنت تستريح في البيت، نعم لا أنا لست تعبان، أنا نحن لسنا مثلك، هو يقول هكذا، نحن لسنا مثلك، أنتم تتعبون بساعتين ثلاث ساعات، نحن لا نتعب، لأنه هو يرى ربحه ويتيقن هذا المال وهذا الدكان وهذا البيت وهذا الأراضي كلها من هذا الدكان بطريق هذا، يعلم حتى ويجتهد لا يتعب. وفي دكان واحد هو 50 سنة يجلس هنا، 60 سنة طول الحياة ما تعب حتى مات، حتى توفي. هكذا الإنسان إذا هو يرى ربحه في ساعة الله وفي ساعة الرسول هو لا يترك بأي أحد، لا يترك ساعة الله وساعة الرسول، لأنه هو أمر، أمر لهذا. الله تعالى أمر إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا أمر مهم، إقامة الصلاة. قال سيدنا إبراهيم ربنا وبعد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. أمر مهم أول وقت ربنا ليقيم الصلاة، ربنا ليقيم الصلاة، إقامة الصلاة. هذا حق، حق الله بأي حال بأي وقت، إما كان هو الشاب أو الشيخ، حتى هو مريض، حتى المريض عليه كذلك صلاة، في مرضه يصلي، لا يستطيع أن يقوم يصلي جالسا، لكن لا يدخل يقيم الصلاة، لا يترك الصلاة. لابد على الإنسان هو يتعلم الصلاة، يتعلم الصلاة حتى هو يصلي بأي وقت حيا. لأجله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر للأبوين هم يأمروا الصلاة حتى الأولاد هو 7 سنين، ابن 7 سنين الآن ليس عليه فرض، ليس فرض له. إذا هو ابن عليه ممكن 14 سنة أو 15 سنة، لكن قبل 8 سنة قبل 7 سنة أمره أن نأمره
ويصلي. لماذا؟ دين يسر، هذا هو اليسر. حتى هو يتعلم، يتعلم يكون هو مصلي، يتعلم الصلاة في صغر سنه، إذا هو يكبر يصلي صلاة المؤمنين ذات خشوع وخضوع، ذات خشوع وخضوع. أمر جهادا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجهد. هذه الأشياء ابتدائية حتى يترقى 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 في الصلاة والعبادات، يزداد. الذي ما يصلي هو صلى، بدأ الصلاة، والذي صلى يهتم الفرائض ويزداد. كيف كيفيات الصلوات الأنبياء، وكذلك صلاة الصحابة رضي الله عنهم. بسببه يأتي الخير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا أثر الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بأي حال. إما كان هو شاق تنهى صلاته الفحشاء والمنكر. هذه هي الحكمة في هذا الجهد. بعض الناس يقولون أهل الدعوة هم يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. شيخ إمام الحسن يقول هذا هي الحكمة في هذا الجهد، إذا هو يأتي إلى المعروف يترك المنكر. صلاة تنهى عن الفحشاء. الناس كم ناس الآن لا يأتوا إلى المساجد، ما يهتمون، ليس في حياتهم صلاة. بسبب ترك الصلاة في حياتهم منكرات. إذا هم يتوجهوا إلى الله، إلى المسجد، يصلون صلوات، يتعلمون الصلاة، يهتمون الصلاة، حتى صلاتهم تنهى، صلاتهم تنهى عن الفحشاء والمنكر. يأتي فيهم القوة. لابد للإنسان يكون عنده قوة، وتمشي بسبب هذه القوة إلى الخير، وتنهى بسبب قوته بالشر. لا حول ولا قوة إلا الله تعالى. يعطي هذا القوة بسبب طاعته، بسبب طاعته يترقى الإيمان، يزداد الإيمان، بسبب الطاعة يزداد الإيمان، وبسبب تلاوة القرآن كذلك يزداد الإيمان، بسبب استماع القرآن وكذلك كلام الله وكلام الرسول يزداد الإيمان. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بسبب سماع آيات الله يزداد الإيمان. نتذكر حول الله وصفات الله وطاعة الله، طاعة الرسول، الفلاح والنجاة في الدين، الفلاح والنجاة في الطاعات، في الصلاة والصوم وذكر الله. كما في جهدنا هذا دعوة الإيمان والعمل، دعوة الإيمان والعمل بنية نفوس الدعوة بنيتنا. طيب نحن نترقب،
لأن أثر العمل بحسب نيته. إنما الأعمال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما لكل امرئ ما نوى. في نية حجر هو في نية حجر ويأخذ الحجر. وبنية هداية الله يهديه. الله يهديه. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه المجاهدة والدعوة بنية نفوسنا. نحن ندعو الآخرين صباحا مساء ليلا ونهارا، نمشي بينهم بنسبة الدعوة جولات. في جودنا هذا جولات. هذه الجولات لماذا؟ الجولات للدعوة، والدعوة للداعي. وكذلك وكذلك الدعوة الدعوة متعدي، يربح الداعي وكذلك المدعو وكذلك المدعو، لكن بحسب نية الداعي. هو بحسب نية الداعي. بنيته، لأن العمل مؤثر بحسب نيته. لأجله في جودنا هذا إصلاح النية وتجديد النية مرات كرات قبل أي عمل. نية تجديد النية وإصلاح النية. إذا يكون النية صحيحة نجدد وإلا نصحح قبل الصلاة، قبل الصوم، قبل الحج، قبل الخروج، قبل المشورة، بعد المشورة، قبل الخروج، بعد الرجوع. يأي النية يأي النية، لأن الشيطان يضرب على النية. إنه ليس السيف أن يقتل. هل سمعتم؟ هل سمعتم؟ الشيطان قتل أحد تمام؟ ليس عنده السيف، عنده قوة ويدخل في النية يغير النية. هذا يعبد يعبد ما شاء الله عبادة صلاة طويلة جدا، لكن دخل ويخرب عمله. هذا تضحيات ما شاء الله، خروج 4 شهور 40 يوم صلاتات مقتضيات، لكن دخل الشيطان دخل بطريق النية. ليس عنده نية لنفسه، ليس عنده نية لنفسه، نية العالم الهداية أن تنتشر العالم. الشيطان هو دخل بطريق النية، هو بنفسه ما يترقى بنسبة الإيمان والعمل واليقين والإخلاص والأخلاق، بل ينزل. هذا هي الخسارة عظيمة للداعية. هذا هي خسارة عظيمة للداعية وللمسلم وللعابد كذلك، له خسارة عظيمة. ويعبد الله 20 سنة 30 سنة لكن بدون الإخلاص، ويريد شيء آخر بسبب هذه العبادة. لا يريد الله، لا يريد الله، ويريد غير الله. هذا خسارة عظيمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم النية، هم لا يريدون شيء من الدنيا، لا يريدون شيء من الدنيا، يريدون الله، يريدون رضا الله،
يريدون لقاء الله. الإنسان يمشي بحسب نيته. الرجل خرج من المسجد للقهوة، هذا في نيته، يمشي 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 إلى الكافيه، هو يقف هناك، هذا نيته. 2 كيلومتر مشى، لأنه هو مشى لهذه النية. إذا هو وجد بحسب نيته يقف هناك. هكذا الإنسان هو خرج في سبيل الله، رهو أحوال غير طيبة، فقير هو، حتى هو سمع بيان الإنسان إذا يمشي على الدين الله تعالى جعل في حياته بركة وفي ماله بركة، الله يعطيه تجارة وفي أولاده بركة، ومشى الله تعالى جعل في حياته بركة بطريق المال والأولاد، هو يرى نيته بحسب نيته، فلا وقف ما يمشي. والذي هو يريد رضا الله ولقاء الله، لقاء الله ورضا الله، لا يريد شيئا ومع هذا أي شيء، مع الرضا أي شيء، معه كل شيء، مع رضا الله. الصحابة هم يريدون هذا، يريدون أن يرضى ربنا بعباداتنا بجهدنا، وأي عمل من الأعمال، حتى التجارة، حتى التجارة. المؤمن مسلم يذهب للتجارة، للزراعة، للوظيفة، لماذا؟ لرضا الله. هو يريد من هذا الشغل أن يرضى ربه، لا يريد شيئا. صلاته كذلك لرضا الله، وخدماته كلها لرضا الله جل جلاله، ولا يريد من الدنيا شيئا. ويريد العمل الذي رضي ربه، هذا مقصد من هذا. نصحح ونجدد النيات ونجتهد على النية، ونجتهد على النية، نجتهد على النية كذلك قبل الصلاة، بعد الصلاة، بعد الخروج، قبل الخروج، بعد الرجوع. لماذا خرجت؟ ما مقصد هذا الخروج؟ ما مقصد هذا الانفاق في سبيل الله، انفاق النفس والمال؟ ما المطلوب من هذا؟ ليس المطلوب اي شيء الا رضا الله باي عمل، اعمال مختلفه، صلاه، صوم، والانفاق، خروج، اعمال مختلفه، لكن باي عمل مطلوب رضا الله. اشغال مختلفه في الدنيا، تجارة، زراعة، وظيفة، تجارة الثوب، تجارة الحديد، تجارة الذهب، وتجارة الفضة، لكن ما المطلوب من هذه التجارات المختلفة؟ ما المطلوب؟ مطلوب مال. صاحب الذهب كذلك يريد المال، وصاحب الفضة كذلك يريد المال، وصاحب الحديد كذلك. أعمال مختلفة بحسب أوقاتهم، الله تعالى أمرنا وقت الصلاة صلاة، هذا لرضا الله، نشتغل في الصلاة، هذا أمر مهم الآن، وفي وقت الصوم، الصوم مهم، وقت الذكر، ذكر مهم، وقت الخروج نخرج في سبيل الله، ونجتهد على نفوسنا ونجتهد على الآخرين كذلك. والمطلوب من هذه التضحيات، من التضحيات كلها مطلوب إحياء جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
سمع سئل من شيخ الياس رحمه الله ماذا تريد من هذا الجهد، ماذا تريد؟ قال أريد إحياء جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة، هذا هو المطلوب له، يحيى الدين الكامل، يحيى الدين الكامل في جميع شؤون الحياة. ونبدأ بالنفس، هذا سهل، أسهل الأمر في الدنيا. الزوجة نفسها ليس على أيدينا، أليس كذلك؟ وليس على أيدينا، ليس هدايتنا على أيدينا، إنك لا تهدي من أحببت، قال الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن نحن مكلفين بنفوسنا، لا تكلف إلا نفس. نبدأ من هنا، إذا يبدأ كل الخارجين بنفوسهم بدأت الهداية يزهر، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 1000, 1000 مثل الخروج، إذا الخروج خرج واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا في الاجتماع آلاف اجتمعوا، هذا بدأوا كل واحد هو بدأ هذا الأمر الخروج هو بنفسه، خرج 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 خرج، مثل الحج، للحج ناس يخرجون من بلادهم حتى يكون مجمع كبيرة حول بيت الله، هكذا لجميع الأمور، لجميع الأمور. هذا ترتيب في هذا الجهد، في جهدنا هذا ترتيب هكذا. أي أحد يخرج هذا أول خرج، هو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 جمع، وهم كلهم يجتهدوا بنفسي على نفوسهم، يجتهدوا على إيمانهم وعلى صلاتهم وعلى علمهم وعلى أخلاقهم وعلى خلاصهم، يجتهدون ويدعون للآخرين حتى هم يخرجون لحصول هذه الصفات. هذا هو الجهد، هذا نخرج ونخرج، نخرج لحصول هذه الصفات ونجتهد على النفس ونرغب للآخرين حتى هم يخرجوا ويجتهدوا على نفوسهم، وهم كذلك يخرجوا ويخرجوا آخرين لحصول هذا الأمر، يجتهدوا عليه. إلى متى؟ إلى الموت، مع كل الأشغال الدنيوية، مع الزوجة، مع الأولاد، مع التجارة، مع الوظيفة، مع جميع أشغال الدنيوية. هذا سهل لجميع الأمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة للأمة، أسوة للأمة، هذا سهل لجميع الناس، للموظفين، للتجار، تجار كبار أو صغار، للشباب، للشيوخ، لجميع الناس، هذا سهل لجميع الناس. الذي يمشي هكذا هو يكون أسوة في بيته أولا للأولاد، هكذا الذي يجتهد على نفسه ويتحمل مسؤوليات البيت حتى يكون هذا أسوة لولده، هذا أسوة لأخيه، هذا أسوة لأبيه، بل هذا أسوة لزوجته كذلك، وأسوة وكذلك هذا أسوة لأهل الحي، هم يرون هذا ما شاء الله، يصلي، يصوم، يخرج في سبيل الله، يؤدي حق الزوجة، يؤدي حق الأولاد، يجتهد لأجل التجارة، عنده وظيفة، هذا طالب في الكلية، و
وهو يخرج في سبيل الله ويجتهد على علومه كذلك، هذا يكون أسوة، هذا يكون أسوة. ويرتب ترتيبات كلها بالترتيب، لا يزداد ولا ينقص، بل يمشي على ترتيبه حتى هو يترقى، يمشي على ترتيبه يترقى ويؤدي حق الله ويؤدي حق الرسول ويؤدي حق النفس ويؤدي حق الزوجة ويؤدي حق الأولاد حتى هو يؤدي حق الأمة على الترتيب. أي عمل وشغلة يكون على ترتيبه، يكون على ترتيبه ويكون سهلا ويزداد ربحه، وأي عمل ليس على ترتيبه لا يزداد، حتى في الأمور الدنيوية كذلك، في أمور الدنيوية كذلك يمشي على ترتيبه يزداد يزداد. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الدين الكامل من الصبا إلى المساء، من المساء إلى الصبا، بالنسبة للإيمان والعمل والأخلاق والتجارة والمعاشرة والمعاملات في جميع شؤون الحياة. إذا نحن نرى حياته ونقرأ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نقرأ عبادات الرسول نفهم هو يعبد وما عمل شيء، مفهوم كلام واضح. وإذا نقرأ الخروج والغزوات نفهم هذا خرج ليس عنده شيء إلا الخروج، 27 مرة خرج في 8 أو 9 سنة في مدينة المنورة، 27 مرة خرج رسول صلى الله عليه وسلم، 27 مرة في بدر وأحد وحمراء والأسد والخندق وتبوك كل شيء، 27 مرة. وفي هذه الأيام هو سيدة خديجة وعائشة ونكح معهما في مكة، وثمانية نكاح في المدينة في هذه الأيام، ونحن في 50-60-70 سنة مرة هذا النكاح هو مع هذا الخروج، مع هذا الخروج. وكتب إمام الترمذي رحمه الله شمائل الترمذي، معروف هذا الكتاب شمائل الترمذي، كتب في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدور أزواجه بعد العصر كل يوم، روزان ساري أزواج کے اثر کے بعد ملتے، باری تو جس کی ہوتی تھی وہاں رات گزارتے، ويبيت يبيت يعني عندها النوبة، لكن هو يدور في كل البيت بعد العصر. مع هذا عنده وفود والأصحاب والمقتضيات مع كل شيء، جاءون الناس يسألون الفتاوى، يسألون الدين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلمون العلم والقرآن علوم القرآن